أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشكال أنواع دي الشماعة. لدي محكمة الجن. كيكون محكمة الجن. إذا كان كيش عاقبو كيش حاكم الجن مع بعضيها شو قول ليه. الله يحفظك ولا حتى السلام. الله يحفظ السلام. مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر المباشرة من مدينة المنصورية. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، حنا يعني برفقات الراعي كمال بقطايا القلب محكمة الجن. هذه المحكمة هنايا فين كيتحاكم الجن، كيف ما كنقولوا هنا فين كتكون المحاكمة ديال الجن. فكما كتشوفوا الطقوس يعني جينا غنوريكم اليوم أخطر الأبلايص، أخطر المناطق. كما كنقولوا أن كنشوفوا المرأة اللي بغات تتجوز كتجي كتبصم هنا في البلاصة هذه. كمال خرجوا أخويا. سي كمال اش بالك في الحالة هذه أخويا كمال؟ لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهم خويا كما كتشوف حنا داخل واحد السيد كيدعي انه محكمه ديال الجن او لا مقر فيه كيتحاكم الجن الى اخره. هنا الاخوه الكرام كما كتشوف اول حاجه دور حنا باش نشوفوا الناس، هذه مقبره الاخوه الكرام، هذه كتسمى يعني دار المسلمين، يعني دار مقر المسلمين الاخوه الكرام. هنا اللي كنشوفوا الاخوه الكرام اول حاجه انها تنتهك حرمات المقابر. اول حاجه حنا ملي كنمشيو للمقابر ديال اليهود ندخل داخل، واخا ملي نهضروا حنا عاد ندخل داخل ماشي مشكل. ملي كنمشيو للمقابر، ملي كنمشيو للمقابر ديال اليهود كنلقاو نقيه زوينه ما كاين فيها لا اسحار حتى شي حاجه، ولكن المقابر ديال المسلمين الاخوه الكرام مقابر تنتهك الحرمات ديالها. دابا غير المسكينه تعطل على الرزق ديالها، اللي مسكينه مكلخه اللي جاهله كيقول لها سيري السيد القي واحد الخلوه تما غدي معك الشمع. كما شفتوا وري الناس اخويا شافوا هنا الشمع الاحمر، الشمع ها الاحمر. انت قرب قرب هنا قرب. انا معك كلشي كيبان. ها الشمع ها الاحمر، ها الاحمر ديالك، ها الاحمر هذا كيقولوا ديال باش حمو سيدهم حمو، هذا ديال عائشه الى اخره. هنا عارفين راه كاين الشمع الاخوه الكرام، كاين الغوص ديال اشكال وانواع الجماليكه. هنا راه التمره الاخوه الكرام، هنا كيجيبوا الشمع واقف وكيشعلوا. وهذا الشمع الاخوه الكرام زيت العود، زيت العود هذا الشمع هذا كيدار للسحر المحبه. زيت العود التمر كتسمى الحلاوه كيقدموها هنا، المهم العيشه ولا ميره الى اخره. كما كتشوفوا الاخوان الكرام هنا هذه اللي كتكون باغا تسحر شي واحد السحر المحبه كتجيب هذا الشمع. هذا اول حاجه كيكون مكتوب، هذا الشمع كيكون مكتوب ملي كيجيو هنا كيشعلوا هذاك السيد اللي مصاوب لها ولا هذيك السيده اللي مصاوب لها، هنا اوتوماتيكمون كتشعل فيه العافيه. شكون اللي غيعرف هذا الشيء؟ غيعرفوا الناس اللي تصاوب بالسحر ديال المحبه، لانه اوتوماتيكمون كيتصاوب بسميتو كيتصاوب بهذا الشمع ديال الاخوان الكرام. وتشوفوا الاخوان الكرام عاوتاني هنا هذه كرمه للعيشه البحريه، يقول لك انها كرمه ديال العيشه، يقول لك هذه فيها الملوك البحريه الى اخره. انتم كما كتشوفوا هما حاطين هنا حاطين فنيده الحلاوه، الفنيده الاخوان الكرام تيقول لك انها راها الحلاوه ديال هاد لهم عيشه. والشرويط اش هي؟ راه كاين الشرويط، انت الشرويط الملابس الداخليه محروقه. هي كنقولوا الاخوان الكرام هنا عاوتاني كيجيو هنا، الا كانت شي واحد من الاخوان الكرام داو ليها قرصونه او داو ليها سوتيمات ديالها او داو ليها شي حاجه من 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 من, من الملابس الداخليه ديالها، راه كيجيبوها عاوتاني هنا. علاش كيجيبوها هنا؟ باش كيحرقوها، كيحرقوها الاخوان الكرام باش يكون التفريق بين الزوج والزوجين، باش يكون طلاق، باش يكون ديما شعله عندهم العافيه في الدار، ما يعيشوش نهار نهار الزين، ما يشوفوش نهار ديما كتلقى المراه مناقره مع راجلها، مناقره مع ولادها، ديما كنقولوا الشعاله عندنا في الدار. كما يقول خويا عندنا الشعاله في الدار، اسباب هي الاسحار الاخوان الكرام اللي كدار، اما عن طريق الملابس الداخليه ديال المراه او ديال الرجل الاخوان الكرام. ولكن تذكر مثل العيش البحريه تقول لك فيها الملوك، احنا ما كنشوفوا والو، كنشوفوا ديك المراه فيها الكرموس الاخوان الكرام كينوض فيها، حتى الكرموس ما خلاوش الاخوان الكرام ينوض، نجيو غير نقتاتوا من الاخوان الكرام. يعني كنجيو كنلقاو كنلقاو العيالات نشهم هذاك النهار بعينيه، هيا شحال من بعد الحنه اخويا، عرفت هاي الحنه مرشوشه هذيك النفقه حنه كل شيء. انتوما شنو هو هذا الشيء هذا؟ هذيك نفقة حنا الى اخره. شنو هاد النفقة هادي كما شي حول هاد الجن هذا اللي كيدعيو انه واش تسحر ما كيخافوش الله هكا واش راه زدو ليه ما عرفتش سادين في بيوت الاخوان الكرام. تصور طلع لنا شي جن دابا ونطلع شي جن دابا الله يحفظ السلامة، الله يحفظ السلامة. نحاولوا نرجعوا واش كيخلع هنا البيوت مسدودين، هاد البيوت مسدودين الاخوان الكرام. هنا كيجيو لهم الناس اللي كيكونوا عندهم كيكونوا متلبسين، تيقول بحال غادي نجي هذاك الشيطان اللي فيه انه غادي يتحاكم هنا، وكيدخلوا هنا الاخوان الكرام وكيسدوا لك، بقى يتخبط مع الحيوطه وكيبقى يتدخل مع الحيوطه على اساس ان راه صاحب هذا المكان او الاولى هذا السيد هذا راه كيحاكم هذاك الشيطان اللي في الاخوان الكرام. هذه المسائل الاخوان الكرام ما انزل الله بها من الغريب في الامر كامل، انا لقينا يعني مش عبر تم لقينا وسط القبوره هذا هو جبتو من حدا القبره الاخوان الكرام. هذا المجمر هذا هو بسم الله مش عبر لقيتو في القبوره كامل من حدا من حدا
من حدا كمالو كما شفنا هنا كنشوفو الرايات، الاعلام بيض، الاعلام خضر، الحمام زرق. من حدا هنا، من حدا المقابر الاخوان الكرام، هنا كيجيبوك اللي كتبخر هنا وكتلوح النجاسه ديال الاخوان الكرام، هادشي ما خاصوش يكون هادشي. ها هو مجمر يعني مقبره صاحبي، شوف مجمر غتلقى، غتلقى مجمر، غتلقى تقدر تلقى هذاك الغربال اللي كيفرقعوا الى اخره. هذه معتقدات سبحان الله، معتقدات خاطئه الاخوان الكرام. هادشي كان صراحه نشوف انا كنقول ربي شاد عليا، هي لا حياه لمن تنادي. حنا كمالو كما كنشوفوا انه واحد القبر سادين عليه تماك بهذاك الشيء، داك ساد عليه اخويا كانه كيقول كانه تشوفه في الحبس، باقى عنده واحد المده قضائيه او المده سجنيه ديال الحبس. ملي كيموت كيدو كيدو لي كرياج على اساس انه راه مات في الحبس. لا انا التصريح اللي سمعت، سول السيد اللي كان هنايا قال لي ان هذه البلاصه، قال لك ماش خايف من الكلاب يحفروا قبر ولا شي حاجه، علاش داروا هذاك الحد؟ الله اعلم. كاين قبر واحد يعني حد السيد عنده عساس هنا اللي حاضر البلاصه هذه. ولكن بلاتي هذا القبر هذا غيحفروا الكلاب، هذا ما غيحفروش الكلاب. هذاك مواليه زعما، مواليه القبر اللي جاو داروا ليه. رجعوا الموضوع ديالنا كامل كامل، هذه الخلوه هذه راه ما دخلهاش ليها الراس. هذا القبر، علاش هذا القبر معزول على القبور الاخرين؟ هذا القبر مالو، شكون هو؟ اش غيكون في ملك الله عز وجل؟ الله اعلم. مع ان راه الاموات بحال بحال عند الله عز وجل. الله اعلم. وهنا فين بقى، فين بقى المغزى؟ كمال ندخلوا اخويا، شوف لينا هذه الحاله، هذا راه خلعني هذا الشيء كامل. خويا شوف هذه الحاله، شوفوا معنا الاخوان، شوف دابا رانا حنا هنا راه في المقبره الاخوان الكرام، راه ودوا للمغرب. حنا كنعرفوا ان من بعد المغرب راه كينتشروا الشياطين الى اخره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله خير الحافظه. يعني شوفوا معنا الله خير الحافظه الاخوان الكرام. يعني جميع انواع الشمع هما كاينين. ديري جينا زيت العود هنا، هادي بسم الله. دابا زيت العود هذا ماشي زيت العسل، العسل. العسل الحلاوه. هذا عسل الاخوان. الحلاوه الحلاوه. كي تقول سيري عطي الحلاوه ولا النعيشه ولا النميره الى اخره. اش ظهر لك فهاد الشابه كامل؟ اودي راه شوف حنا في 2024، يعني ما بقى لها والو. 2024 ما بقى لها والو، راه شهر 11 هذا، شهر 12 2024. واش حنا في زمن العول يعني العولمه؟ واش حنا في عصر التكنولوجيا الاخوان الكرام؟ باقي الناس كتامن بهذه المسائل هذه ديال العسل الى اخره. نعم كاينين شياطين الجن، نعم كيأذيو الناس، ولكن الانسان اللي بغى يتشافى منهم راه ماشي هذه الطريقه، هي الطريقه ديال العلاج. ماشي هذه الطريقه انه الانسان يجيب الحنا ويجيب النفقه ويجيب الى الطريقه ديال العلاج الاخوان الكرام، راه هي ان الانسان يلتجئ الله عز وجل، يلتجئ القران، يلتجئ للرقيه الشرعيه الاخوان الكرام، هي اللي فيها الاخوان الكرام الشفاء، هي الملقي ده من الشياطين. كتلقى الانسان ما كيصليش، يعني الانسان ما كيذكرش الله عز وجل، انسان بعيد عن الله عز وجل. حتى انك تلقى المقاهي عامره، يعني الانسان العصر كيود المقاهي عامره، المغرب كيود المقاهي عامره، كتهبط الاخوان الكرام من لاكورت. ولكن كمان كنلقاو الشمع دابا ما دخلش لي راسي، ان كتلقى شمعها القبر ها هو احترام الحرمه ديال الميت مساكن. انا ولكن عاوتاني ماشي غير شو انت شو واحد او واحد او واحد دقيق قبل تا واحد البيضة، بيضة من هاد الشق. ها خليها تما ديك سميت فانت باش تعرف ان راه هنا الاخوان الكرام راه مسائل خايبة. دابا هادي غتلقى فيها غتلقى فيها شي ماني ولا شي حاجة. انت اللي كاع حاطين وحدة 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 وحدة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفيه فيها الاخوان الكرام، راه كتبان فيه الصفوريه الاخوان الكرام الى اخره. شو ها انتوما دابا هذا تلقى شي واحد حاشاك كان ناعس مع شي فاسقه ومسح به هذاك الماني ديالو وخلاه جات خدمات والاخوان الكرام. حيد 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 زوز زوز زوز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما فهمتش هاد الناس هادو ما كيخافوش الله. باش تعرف اول حاجه راه ودا هذا راه عنده حرمه كامل. شوف والله ما كاين اخويا اللي غادي لا دي والو. عرفت عرفت انا كنشوف راه حاجه ما كون بغينا نقلب هنا بنهار اش قلب تلقى الخير خيخ كيف ما كنقولوا. لا شوف الناس كتعامل كتعامل بالدفين، كتعامل بالسحر مرشوش، كتعامل بالسحر المأكول، كتعامل بالسحر. علاش نعرف هذوك اللي كيجيو دابا هي واحد اللي حق لي ليكس في داك الشيء ديال الرجال؟ فاحنا الشرويطات الشرويطات تاع هما مربوطين الشرويطات نخلي هذو كاين مازال انك تلقى بعض المرات. والاعلام بيض، الاعلام الاخضر، الاعلام الاخضر وبيض. ها انتم الاخوان الاعلامات مليوحين. ما خاصش يكون حنا في بلاد المسلمين، ما خاصش هادشي يكون الاخوان الكرام. يعني انا كنفشي انا في من في من فاعل في من غوت، ولكن غير باش الناس ما يسمعوناش السكان الى اخره. اما هادشي الاخوان الكرام راه كيضر في الخاطر. تصور الناس ولات كتعادي خوها المسلم بالسحر وبالشعر، اش بغيتي عند خوك المسلم؟ اش غتعادي؟ علاش؟ راه الا كاين الا عنده طوموبيل عنده دار ربي اللي عطاه. لا باش عرف كمال هاد الكرمه اللي تسمى هو كرمه العيشه البحريه. وتا هي كاينه هنا كرمه العيشه البحريه، كاينه واحد الكرمه اخرى عاوتاني جيت العين ديال تي كرمه العيشه البحريه، كاينه في مدينه اخرى كرمه العيشه. شنو واش هاد الكرمه زرعها هي؟ كاينه شحال من كرمه. شوفوا كمال هاد الكرمه راه خلعاتنا كمال ما نكذبش عليك. راه شو 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 زيد انت شوف على الحلاوه والقراعي. اجي اجي كمال اجي نشوفوا الحنة ولا ما عرفتش قلت لي هذاك الشيء. اعوذ بالله من الشيطان الى اخره. الميكا كمال الشراوط مليوحين. هاد نشوف العصي. شو شو واحد دوبا ما عرفش حاجه ملويه تماك، ما عرفش حجاب هذاك ولا ما عرفش. شوف كمال شوف الحليب. هاو هنا الحليب هذا كاين حك ديال الحليب كيرشوا الاخوان الكرام. شو شو واحد الحاجه اللي هي راه كيبحال الحجاب كمال. شنو هو هادشي هذا؟ ها اللي قلنا
انتوما الاخوان هذه النفقه هذه خاشين هنا. شنو هي النفقه؟ اشرح لي يا كمال. هذا كيعطيو سميتو. انتوما هذه نفقه وهذه حنه. اخوان نتمنى انكم تبارطاجيو هذا اللايف، هذا الله يحميكم. باش ننزل تاكلوا حيده والحرام. شوف 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 هذا الاخوان الكرام هنا. شوف شوف كمال هذه هنا حنه ونفقه. علاش النفقه والحنه؟ النفقه والحنه تيقول لك على اساس انها باش تعطيك باش تزوجك. سمعتوني؟ اي كاع نايت في الدود وسرق الزيت. سمعتوني؟ قاعدوا بالله تيقول لك حكا دير زيد دير 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 الضو هنا دير دير الضو. مجامر شنو جايب راه صغيورين؟ المجامر صغار هنا خاص انا شي ليقا شي ليقا ما عديت ولكن باش شوف 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 ورا ديك القبر ورا القبر كاينه شي حاجه راه ميكا اخرى راه ميكا اخرى ورا القبر. شوف شوف هنا كمال لاحظ ديك الحراره شي دخل شد لك الميكرو كمال شد لك الميكرو شد لك الميكرو فشوفوا معنا الاخوان خليكم معنا يعني شي حوايج اخرى اللي غنكتشفهم دابا على المباشر فاقسم بالله ما عرفنا ان هذا الشيء كاين هنا حتى دابا كنتفاجئوا ها هو الراقي كمال يعني غيدخل على المباشر للبلاصه هذه وغنشوفوا صراحه لا يفلح الساحر من حيث اتى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكنتمنى يا ربي الله يحفظ السلامه كما كنعرفوا ان المغرب نالي 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 ما عرفتش هذا الشيء هذا يعني شي حاجه غريبه لقاها تماك. صاك لقى صاك جيب جيب داكشي اللي لقيتي جمعوا في داك الصاك وجيبوه كمال كمال. شوف هنا هنا ها هي هنا هذا اللون هذا هذا القبر ما كاين فيه بقى بحال حجام هذاك واقيلا شي حاجه ملويه. شوف القنقل ديال هذا القبر لا كمال كمال حيد رجلك حيد رجلك كمال كمال لا هي هذه هذه كمال هنا هنا. شوف شوف ندير لك الفلاشة كاين تما بحال الحجاب ها هو ابيض ها هو ابيض لتحت لتحت هبط يدك لا هبط يدك لجهه اخرى تماك ها هي يدك هبط راه تما لا شوف هذه صوره هذيك هذيك واش حجر هذه لا هاي كمال هذاك حجرك. شوف شوف كمال شنو هو داكشي هادشي كدير فيه النفقه هبطي الفلاش هنا. شوف 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 هادي مرايه ها انتوما مرايه الاخوان خرجها خرجها باش نشوف عاد ولا الشيطان الرجيم مرايه الاخوان ما عرفناش هاد المرايه ديالها اش تلقاش هنا الله يحضر السلامه خاصك نهار الحيدي نهار اخويا راه ريسك هنايا راه ما تقدرش عرفتي عتبري السلامه كي تقدر تلقى مع شي عقراح ولا ما اجي اجي هكا كمل كمل او الشمع اللي قلتي لي الشمع اللي قلتي لي او الشمع صين يعني هانتوما الاخوان الشمع صين نحاول ندخلو نجيبوه فبقاو معنا مشاهدينا الكرام. شوفوا شوف 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 والله الا الشمع صين الاخوان ها هو هو كمل او الشمع صين الشمع صين ها هو الشمع صين جي 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 بدا يجي شوف ها هو راه وراه جوج كجوج شمعات واحده خضراء واحده حمراء جيب جيب لنا با كمال الله يحفظك جيب ناري 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 مصيبه اش مالك فهادشي يا كمال؟ واش مالك فهادشي بو كمال؟ انت كتشوف حنا راه هادشي على المباشر الاخوان الكرام هادشي راه حنا ماشي حنا اللي دايرين دابا هذا دابا هاد الشمع هذا دابا هاد الشمع هذا دابا كانوا شاعلينو ها باش تعرفوا ان كانوا شاعلينو هاي طاحت وطفات طاحت وطفات سمعتوا الاخوان الكرام هذه كذلك طاحت وطفات ناري على الله شنو كاين وما خفي كان اعظم قول لي يا كمال راه الحلاوه الحلاوه شو 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 واحد كلينيكس ما عرفناش واش فيه الداخل الله يحضر السلامه الله يحفظ الاخوان الله يحفظ. فنتمنوا انكم الاخوان بارطاجيو هذا اللايف هذا راه شي حوايج لقيناهم في المقبره هذه راه ما يمكنش انت لا 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 على الحلاوه على الحلاوه الاخوان زعما الحلاوه زعما كنقدموا الحلاوه لالا عائشه راه ورا داك راس راس ديال الراس ديال ديال المجمر شتيه راس المجمر ناري 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 هذه الموارد هذيك اخوان موارد الحلاوه هذيك كتسمى الهديه الاخوان الكرام هذيك المرايه لقيت فين هذيك المرايه هاي المرايه يا جيش ها المرايه الله يحضر السلامه الاخوان الله يحضر السلامه فين المرايه ها المرايه ها المرايه ها المرايه هذيك المرايه علاش كيديروا دابا المرايه اجي نزل المرايه واشرح لينا خويا كمال بقى شي اش ما درناش اش ما جبنا الكرمه هذه المرايه اللي علاش كيديروا المرايه علاش هذه المرايه شوف بحال قضيه انا نمشيو لهين باش نبانو شويه في الضوء دابا الاخوان الكرام هذه ما تخلعش يا كمال ما كنتخلع كاع ما نجيو واو دير دابا المخاطر ديال الرقيه انا بعد ما كنجيو للمقابر بالليل بوحدنا كنجيو نفكوا الناس من الاصحاب وكنفكوا الناس من الامراض وفي الاخر راه شوف في الاخر ما كاينش الخير مع بنادم شنو هو الشيء المراهي 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 شي دابا واحد القضيه الاخوان الكرام الشيء انا كندير في المسيح هادي والله الا كان سميتو يعني كنجبد عليه صداع ماما حيت كنعرف انا شي ناس كيديروا هادشي ديال كيما العيش ديالهم هو الشبع هو الكارطه هو الدون هادشي باش عايشين هما
دابا ملي كاين داك الشيء بحال اللي يقول لك راه فلان كيحاربنا وفلان كيقطع لنا الرزق ديالنا، الرزاق هو الله عز وجل، الرزاق ما بيدين بيت، ولكن انا قال رسول الله عليه الصلاه والسلام قول الحق ولو كان مره، واخا يكون في بو واخا تكون امي انا شواف ولا بو سحير غتلقاني كندير هذه الاسئله هذه. المرايه ديالها شقه مسرحيه. الانسان اللي كيعرفني ما خاصش يتقلق عليا، اللي كيعرفني ما خاصش يتقلق عليا. هذه المرايه الاخوه الكرام دابا الدري اش كتشوف فيها؟ كتقول لها انت غتقادي غتماكي وغتشوفي فيها، ملي غتشوفي فيها غتمشي ديها الكرمه ديال اللاله عائشه. لاله عائشه ها الكرمه، سوا هاد الكرمه هنا سوا كرمه اخرى، كتقول لها غادي تلوحيها فيها مع شويه النفقه مع شويه ديال الماء ورد مع شويه ديال الحلاوه راه غادي تزوجي. هذا خطا، هذا معتقد خاطئ الاخوه الكرام. راه اللي كنتي مزوج راه مزوجك راه فوق سبع سماوات، لذلك خاص الانسان ما يبقاش يدير بحال المسجد. تصور دابا انت دير اعتقاد غتشوفي في المرايه راه غادي تزوجي، لا الا كان الله مزوجك راه من فوق سبع سماوات. شوفوا الاخوه هادشي هذا دابا عما كون بغا انتم مرايه مجمر وعزيز الحليب وزيد المسح الاخوان الكرام الحلاوه الحلاوه ودابا شحال المقبره الباب مفرع ديالها راه اي واحد يقدر يدخل لا اي واحد يقدر يجي يدفن الاسحار هنا الى اخره. يعني شوف خلا راه شوف الروضه عند مواليها من موالي الله يهديكم موالي مساكنها هما راه ميتين مساكن كيتسناو الاجل ديالهم كيتسناو ان الساعه تقوم. اللي دار علاش غادي يتبعث للجنه غيتبعث، اللي دار علاش غيتبعث للجهنم غيتبعث للجهنم. هاد الناس مساكن ماتوا يعني سميتو قدموا الى افضوا الى ما قدموا. الله اللي عالم بالحال ديالهم، واش من المنعمين في القبور او من المعذبين في القبور، علموا لنا الاخوه الكرام. يعني كمان رسالتك كمان الناس اللي باغي اللي كيمارسوا عمر السحر والشعوذه تقول لهم رسالتي اللي كيمارسوا الناس كيمارسوا السحر والشعوذه، انا سوا كيعرفوني سوا ما كيعرفونيش، هذه المسائل اللي كديروا فيها راه الا ما شفتوش الله توبه نصوحه راه سميتو راه الجزاء ديالكم هو جهنم. وحنا كنعرفوا ان السحر من الموبقات السبع، وان السحر الاخوه الكرام راه صاحبه يعني يخلد في نار جهنم. انا سوا كما نقول واخا يكون عندي من المقربين ولا من المبعدين، انا كنقول نصيحه يعني كنقول لك ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. يعني هاد الناس اللي كنقول انكم توبوا الله واتقوا الله راه ماشي كنقول يعني كنطعنا فيكم، لا راه مخافه عليكم الاخوه الكرام. علاش ما بغيناكمش انكم تدخلوا لجهنم؟ راه والله ما تقدروا على النار ديالها. علاش؟ راه ما تخلوش ان الشيطان يزين لكم الاعمال ديالكم لقول الله عز وجل وزين لهم الشيطان اعمالهم. شحال قد كان انت غادي الذهوبات والطوموبيل والليالي الشيطانيه وتمشي انك سميتو تمشي سميتو يعني الاسياد انك تزورهم وتقدم لهم قاتلين. كاينه محكمه الجن. شوف احنا فيها دابا هذه محكمه الجن. شوف الذي يحكم بين الجن والانس هو رب العالمين. الذي يحكم ولكن راه عاود لي السين تقول تيجيو علاش تيجيو واحد مسكون جوج مسكونين كيبداو انا انت درت شي انت فعلت شي انا مادي انا الجن فلاني انا شمهاروش وبعضياتهم. وكنعرفوا ان الشياطين ديال الجن درجات الى اخره. الا كان شي واحد قوام الاخر كيبقى يتحكم فيه وكيبقى يقول لي درت شي فعلت درت شي الى اخره. بحال دابا بحالنا حنا بنادم كتلقى شي واحد حاكم الكروه الا جا شي واحد يلاه بادي راه ينوض هذاك غيبدا يحكم فيه وغيبدا يطنوض المناقشات الى اخره. كما كنشوفوا ان الحروبات بين الدروبه ولا بين الالتراس الى اخره كذلك الشياطين ديال الجن حتى هما راه يعني اقوام بحالنا بحالهم. ومهم الكلام طويل في هذا الباب ولكن ما كاينش معنا الاخوان الكرام لا حياه لمن تنال. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من المنصوريه فهذه هي هذه المقبره هذه اللي محكمه الجن. نشوفوا شنو لقينا. الله يحفظ السلامه والله يلطف. الى هنا مشاهدي قناه شوف قناه شوف من هذا القدر لم نلقاكم باش مباشر اخر. شكرا وعلى اللقاء.